أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أمس الاثنين أن كل الإجراءات الخاصة بالمنحة الاستثنائية المتعلقة بكوفيد 19 لفائدة مستخدمي القطاع قد استكملت، مشددا على مدراء الصحة والمؤسسات الاستشفائية التابعة التي لم تسدد بعض المنحة لضرورة صبها وفق الأجل المحددة والتي حددت بتاريخ الخميس القادم. واستهل الوزير الاجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمدراء الصحة للولايات بالتأكيد على أن الوضعية الصحية الحالية بسبب فيروس كوفيد 19 مطمئنة ومتحكم فيها. على ضوء التراجع الكبير المسجل في عدد الإصابات مع عدم تسجيل أي حالة وفاة. كما جدد الوزير تأكيده بعد الاستماع للعروض المقدمة من قبل مدراء الصحة للولايات على ضرورة التسريع في وتيرة الأشغال بهدف تسليمها في الأجل المعلن عنها، خاصة تلك المتعلقة بإنشاء مراكز خاصة بالاستعجالة الطبية والجراحية لجميع التخصصات، بالإضافة كذلك إلى تهيئة العيادات المتعددة الخدمات المتواجدة عبر كامل التراب الوطني وجعل عدد منها يعمل بنظام 24 ساعة على 24 ساعة. وفي سياق متصل، دعا الوزير مدراء الصحة إلى إحداث التغييرات اللازمة على مستوى مختلف المؤسسات الصحية، خاصة ما تعلق منها بمصالح أمراض النساء والتوليد، مشددا على الرفع من عدد الأسرة لتمكين أكبر عدد من الحوامل من الحصول على هذه الخدمات.